ما جاوبتينيش، ما قنعتينيش، ما خبرتينيش، ما سولتينيش. هادشي كامل كيفاش تقولوا بالفرنسيه؟ اليوم غنعرفوا بزاف العبارات كيتداولوا في الحياه اليوميه ديما. فالحمد لله دابا طالع على 120 شخص اللي تعلم يتواصل باللغه الفرنسيه من نهار بديت ليكور. 120 شخص تعلم يتواصل بطلاقه الفرنسيه في 3 شهور، ولكن راه بالسيف. كتخدم معايا ابل فيديو، كتشوفني مباشره، كاينه كومونيكاسيون، كيفاش تهضر بلا ما تبلوكا، راه بطبيعه الحال غتعلم، كندوزك من لا كومونيكاسيون. فاللي بغى يتعلم يتواصل بطلاقه الفرنسيه ويخدم معايا ابل فيديو كيشوفني انا كنشرح بوحدو في الحصه، ضروري تصيفط لي رقم الواتساب ديالك في اول رساله هنا في الجيميل باش نشوف الميساج. خصني نشوف رقم الواتساب، صيفط لي في اول رساله رقم الواتساب، وعاد قول لي بغيت نتعلم الفرنسي، صيفط رقم الواتساب، عاد كتب لي بغيت نتعلم الفرنسيه هنا في الجيميل hamzalmuallem@gmail.com. هنا فين تراسلوني، هنايا حمزه المعلم كتكتب ملاصقه بحروف صغار @gmail.com. وغادي نوعدكم حيت نتوما عندي اعزاز باللي غتعلموا وتكلموا بكل طلاقه ان شاء الله في 3 شهور باذن السميع العليم، وغندير اللي عليا وغنتقاتل باش انت تتعلم في اقل من 3 شهور كاع. غير صيفط لي هنا في الجيميل hamzalmuallem@gmail.com، حمزه المعلم كتكتب ملاصقه بحروف صغار @gmail.com. اوكي دونك فوالا، اليوم غادي نعرفوا هاد العبارات اللي كتستعمل بلا قياس في الحياه اليوميه. باي اكزامبل كنقولوا مثلا، نقول شي واحد نقولوا ما قنعتينيش، شنو هي ما قنعتينيش؟ tu m'as pas convaincu. فوالا tu m'as convaincu، انت قنعتيني. tu m'as pas convaincu، انت ما قنعتينيش. le verbe convaincre كيقنع. اوكي tu m'as pas convaincu، ما قنعتينيش. باي اكزامبل نقدر نقولوا ما رضيتينيش، ما رضيتينيش. La satisfaction, il y a rida. Le verbe satisfaire, qui est rida. Tu m'as pas satisfait. Tu m'as pas satisfait. Mardetinish. Tu m'as satisfait. Ardetini. Voilà. Par exemple, nous le cas d'ailleurs, quand on dit, mais j'ai obtenu. Tu m'as pas répondu. Tu m'as pas répondu. Tout simplement. Tu m'as pas répondu, mais j'ai obtenu. Tu m'as répondu. Mais j'ai obtenu. Ok. Mardetinish. Mais elle m'tinish, à sahabi. Tu m'as pas informé. Tu m'as pas informé. Le verbe informé, يعني كيعلم كيخبر، كيخبر شي واحد. J'aime l'information. Tu m'as pas informé. ما خبرتينيش، ما علمتينيش. Tout simplement. Tu m'as pas étonné. ما فاجئتينيش. ما دهشتينيش. Tu m'as pas étonné. وادهشتيني، فاجئتيني. Tu m'as étonné. Le verbe étonné. يعني كيدهش، كيفاجئ، ولا كي يذهل. Tu vois? Tu m'as pas étonné. ولا tu m'as étonné، دهشتيني، فاجئتيني، فوالا. ولا tu m'as surpris، tu m'as surpris، tout simplement، فاجئتيني. ولا tu m'as questionné، سولتيني، tu m'as questionné، وي جتي questionné، سولتك، وي جتي questionné، وي سولتك، فوالا. جتي convaincu، قنعتك، جتي convaincu، قنعتك، فوالا. جتي répondu، جاوبتك. Je t'ai répondu. J'ai obtenu. Voilà. Je t'ai informé. Khabartak, khabartak. Je t'ai informé. Khabartak. Alamtak akhoya. Voilà. Je t'ai questionné. Tu dois répondre. Sawltak khassak tjawab. Je t'ai questionné. Je t'ai questionné. Ah, kayni ghayb lmal kantalmou lfransiya bchouya bchouya mhna wmhna wmhna wmhna. ان شاء الله ما يكون غير خير، تعلموا ان شاء الله تتكلموا بطلاقه باذن السميع العليم. انا كنحاول كما ديما كنحط لكم فيديو كل نهار باش نفيدكم، كل نهار فيديو بسيط تاخذ فيه داك الشيء بسيط وتحفظه كل نهار، تمشي بيس، تمشي واعر، علاش لا. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله يا رب، ونتمنى لكم تتعلموا في اقرب وقت ممكن ان شاء الله باذن السميع العليم. ففوالا هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. كنصحكم ديما ديما كنقولها، كنصحكم بلي ميزيرابل، هاد الكتاب هذا قراوه، لي ميزيرابل، البؤساء ديال فيكتور هوغو، كتاب واعر. لي ميزيرابل، البؤساء، كتاب زوين، شريوه غادي يعاونكم بزاف. طبيعة الحال في الواتساب غادي كتشوفها بعينيك، غاتعلم تتكلم بطلاقه في 3 شهور باينه، حيت الطريقه في الواتساب انا اللي كنتكلف بيك، انا مكلف بيك. الا بغيتي نتكلف بيك تعلم فرونسي، صيفط لي رقم الواتساب ديالك هنا في الجيميل، هنا 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 هنا، كتبو صحيح، حمزه المعلم ملاصقه حروف صغار @gmail.com. كتب لي رقم الواتساب، راه كنجاوب على لي ميساج اللي فيهم رقم الواتساب. كنبغيكم وكنموت عليكم، الله يحفظكم.